هسا انا بدي نوك حالي بالنيد. حلو. نوكنا، طبعا اللاعب هو نوك بس عشانها تجريبية، هيك شكله معوق طالع اللاعب. انت مجرد ما كانت الشنطة هاي معك هون بس تكبس على حرف الاتش هذا، حلو. فبتعمل ريفايف لحالك وبترجع زي احنا شايفين. طلع المعلم هذاك اللي جوا. حلو حلو هسا انا رجعت، شايف؟ ها ريبت حلو. حالي. أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد بس مش جيم فيفا، رجعنا لكم تسريبات ببجي المتوقع لهذا الموسم. شباب، معنا صديقنا صدام بده يشرح لنا عن تسريبات ببجي الجديدة والسكنات المتوقعة تنزل بعد تحديث علاء الدين. أهلا وسهلا فيك صدام، يا هلا والله، يا هلا بالشباب. كيف الحال؟ والله تمام يا خالد. اليوم طبعا شو مخبينا؟ اليوم أعطينا طبعا أعطينا. بدنا نشوف اليوم تسريبات ببجي الجديد، اللي هو للطور الجديد اللي راح ينزل بعد طور علاء الدين. الطور الجديد اللي هو زي ما بنشوف طور، مش عارف اسمه بالضبط، بس زي ما احنا شايفين في رجال آليين فيه. يبدو انه ببجي جاي بمود جديد مختلف عن كل مرة. راح نشوف المود الجديد، شو أبرز التحديثات اللي راح يتضمنها، هل هو مثل المود السابق، وكمان راح نشوف السكنات الأسلحة الجديدة اللي جاية. في بنعرف كل سيزون جديد بكون فيه أسلحة جديدة، وفي ناس كثير بتهتم تشوف شو السكنات الجديدة. راح نشوف في الفيديو هذا، يعني خليكم معنا ونشوف ونجرب المود الجديد مع بعض. حلو حلو. طبعا شباب، يعني انا ان شاء الله في الي عودة على الببجي، انا لعبت الببجي تمام، بعدت عنها لفترة وهسه حاب ارجع لها، فبتمنى اذا ان شاء الله اعجبكم هذا الفيديو احكوا لي انه نرجع نلعبها او لا. طبعا مع صديقي صدام كنا احنا وياه تيم الله يشوف، واحد. هي الببجي لعبة بعد التجربة، لعبنا ألعاب كثير بس الببجي ما بتقدر تتركها. هذا اللي والله أنا تركتها للأسف يا صدام، بس هسه الرجعة على يدك. طبعا زي ما احنا شايفين المود الجديد في عدة مناطق. المناطق الرئيسية في المود الجديد راح تكون المناطق اللي في اللون الأزرق، والمناطق الحمراء اللي هي مناطق تابعة للمناطق بكون فيها لوت وفيها أشياء متعلقة بالطور الجديد. طبعا راح نعاني احنا في النزلة، لانه زي ما بتعرف انه هاي نسخة تجريبية هنا اللي احنا فيها، فراح تكون كل اشي على الماوس راح نستعمله. ف هاي شوفوا معاناة قديش بالنسبة لكم جماعة المحاكي، مظبوط؟ هي مش المحاكي، يعني هي بس هون على البيتا، على النسخة اللي هي نسخة تجريبية. ما حلو بتقدر حلو. انت تتحرك نفس النسخة العادية، بس لما افتح حسابي انا الرسمي لا ما بكون هيك. النسخة وصلت العالمية وصلت. ما في اي مشكلة. وين زي ما نازل احنا صدام؟ شايفين نازلين على الطور الجديد اللي هو هيها اللي هو مكان المود الجديد. حلو. شوف المعاناة حتى نقدر نظبط النزلة. يا سلام. طبعا الصوت احنا منزلينه عشان ما نزعجكم، كلكم تعرفوا صوت ببجي اشهر صوت في العالم. عجبتني، شفت فيديو قديه تعبانين بالموسيقى تبعتها وكيف مثلا احنا الشباب بنيجي بكبسة زر نكتم نكتمها الصوت. نكتمها وخلص، تعودت عليها لانك آه. شو صرنا 5 سنوات. اكثر 2018 بلشنا نلعبها. انا لا بلعبها قبل، يمكن وانت قبل من قبل 2018. هسا عندنا صار لي هاي 6 سنوات. هاي الجزيرة تاعيت المود، هاي هيك راح يكون شكلها من الداخل. في عندنا اول شيء اللي هو ريسبون فلير جن، ما بنعرف شو هو هذا ريسبون فلير جن. هذا شيء جديد، احنا بنعرف الفلير جن الاحمر العادي اللي بيجيب لك دروب، بس بدنا نشوف هذا شو بيعمل الريسبون فلير جان. ما بعرف اذا اشي متعلق بالريسبون، يعني انه يرجعك كلاعب بعد ما تبلع، بعد ما ياخذوك نوك فينش. هون في عنا اول شي، هون يبدو من هون بنستدعي الرجل الالي.
اللي هو راح نقدر ناخذه معنا ونطلع نفايت فيه. زي ما احنا شايفين هون بلش يعد وقت، في عنا عدة أشياء يعني نستنى هون حتى يخلص هذا ونشوف شو فيه أشياء. في عنا هاي الشغلة، هاي أهم شغلة طبعا راح تكون في لعبة في المود الجديد، اللي هي هاي لو وقعت نوك انت فيش داعي حدا يجي يعمل لك ريفايب، تقدر ترف حالك لحالك يعني، فيش داعي يجي صاحبك من آخر الدنيا ويهت هاي صدق عليك. بالابديت الجديد. هاي بالابديت الجديد، هاي ما كانت موجودة سابقا. سابقا كانت انه لازم انت يجي واحد، هسا بنشوف كيف. شوف هسا هاي النيد، هسا انا بدي انوك حالي بالنيد، حلو. نوكنا. طبعا اللاعب هو نوك بس عشانها تجريبية، هيك شكله معوق طالع اللاعب. انت مجرد ما كانت الشنطة هاي معك هون بس تكبس على حرف الاتش هذا، حلو. فبتعمل ريفايف لحالك وبترجع. زي ما احنا شايفين طلع المعلم هذاك اللي جوا. حلو حلو هسا انا رجعت، شايف؟ ها ريبت حلو. حالي. هاي شغلة يا جديدة طبعا، سلام، بس هاي والله بتلزمنا لأنه احنا التيم الموضوع تبعنا كان تعبان. انت اللي كنت اشرب بيبسي. اشرب بيبسي. اي هسا هذا هون بعطينا لوت كمان. شوف اي حلو. لما يطلع، بس ما في لوت دروبات يعني، هو لوت عادي ام فور مع كل القطع والاتاتشمنت الخاص فيه. هون كمان في ام 20. هسا احنا بنقدر ناخذ هذا المعلم نركب فيه ونعمل له اوبن. بعد ما نعمل له اوبن بطير وبنقدر نتنقل فيه. حلو، يلا بدنا فايت يا صدام، بدنا فايت. ما في فايتات فيها هاي، هون بوتات اللي بكونوا معنا لانها تجريبية زي ما حكيت لك. تمام. شايفين شباب قد ايه انا بعدت عن ببجي؟ مش عارف اذا فيها فايت او لا. هاي ما هاي هون حلو. تجريبية ما فيها. بس احنا وين في جزيرة حمراء ممكن نروح لها؟ ان شاء الله اقدر الف عليها بالماوس. يا الله، مش الماوس وصل لمالطا وانا شاده. رجع نزل. ما عرفت شو امشي فيه بالماوس. ايوه بمشي. حلو. هسه شوف مثلا هون في ميزة فيه انك تقدر ترمي منه صواريخ. الرجل الآلي هذا انا ما بعرف شو اسمه، بس شوف مثلا. ما لازم، يمكن يكون في لاعب قدامك حتى تقدر حلو حلو. شو اللي صار؟ خلينا بس نشوف بوت. شايف هون في اشياء. ليش بذكرك صدام؟ هذا انا ذكرني جراندايزر. فيلم كرتون هو غيره شفت. ناسي والله. شوف غيره. هذا بوت، شايف؟ هذا بوت، هذا حلو. بوت. بس راح يبلش يطخ علينا، خلينا نجرب ان شاء الله. شوف هيو بس اخذ. اخذ، شوف بس كيف ترمي صواريخ. بس بموتش البوت فيها التجريبية فيها، ما بموت والله، وهيو بيعمل دمج يعني مش مغطى بالكامل. شو؟ لا هيا يعمل لك دمج مظبوط. شقني. ايه. بلاش يقتلني. بس هاي والله فيها نوك نزلتك من الرجل الآلي، لا يعني نزل شوي من دمك. بنزل. هاي في بوت وراك. طب خلينا بندعس نسيبه عليه هون. البوت؟ لا ما بتقدر هون ما في. بالتجريبية، ما بتقدر تعرف كل المميزات. اوكي. هون طبعا في اشي مهم ثاني في شوف هناك، حكينا بدنا نعرف كل اشي مهم. شوف هناك في اشي جديد راح يصير. شوف قديش في دروبات هناك، شايف الدروبات اللي نازلة؟ حلو حلو. 7 دروبات تقريبا بكونوا نازلين فيهم لوت. هذول اللي بحبوا اللوت كثير. طيب اتحملني بهالسؤال هذا، بس بالتجريبي ولا راح يكون على المود الجديد فعليا راح تنزل كل هاي الدروبات؟
لا لا هذا هاي شوف هاي يعني تمهيدا للسيزون الجديد زي ما احنا شايفين. هذا كمان هنا في مكان تابع للمود، هذا بعد ما تخلص الروح الأولى وترجع في الطيارة يصير في عندك استدعاء، ترجع بتقدر تنزل هون. هون راح يكون في لوت وفي أشياء كثيرة يعني. طبعا هذا أحلى منظر في اللعبة، شوف ما أحلى المنظر. يا سلام. عندنا ثلاث دروبات، 7 دروبات. طبعا في 6 بكون فيهم أسلحة عادية، وواحد بكون دروب رئيسي اللي فيه هو السلاح، سلاح الدروب يعني. هون شايف هون معنا MK، MK هذا ما بكون موجود، ما بكون موجود غير على ال موجود في الدروبات فقط، ما بتقدر تشتريه أو تلاقيه. هذا في بوت هون، خلينا نجرب شو هذا هرب في بوت ثاني كمان شالوه نوكه. اطرق له الكل. راح الكل. سرقنا له الكل. في دروبات ثانية هاي نعرف شو بكون فيها، خلينا نشوفها مع بعض. شايف في عندك هذا اللي هو ماجنت جان، مش عارف شو هو بصراحة لسه، بس هذا يبدو اشي يعني لسه مش شغال في اللعبة او اشي. وين في واحد بيضرب علينا، نجرب عليه. هيو شايف كهربا زي كهرباء. كهربنا او ابصر زي بجمده مش عارف. بلاش يشيلنا البوت هذا، ايوه درع. درع 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 شايف. هذا اذا بتكون بدك تبش على واحد مكمبر، حلو. اذا واحد مكمبر بتقدر تبش له تشيله بكل سهولة يعني. هاي ابرز اشياء شفناها في المود الجديد. بالنسبة لسكنات الاسلحة هسا اللي مبين معنا في السيزون الجديد انه في عندنا سلاح M4 خرافي يعني، في لعيبة كثيرة راح تهتم فيه وتطلعه وتدفع عليه شدات عشان تجيبه، اللي هو M4 الموميا. هو مرتبط في الموميا الزرقاء اللي اجت قبل فترة في لبسة سوبر ميتك، كانت موميا لونها ازرق، لبسة فريدة وكثير حلوة، كثير لاعبين جابوها. فالM4 هذا اللي راح يكون معنا هو زي ما انتو شايفين يعني، هو مرتبط في اللبسة هاي، راح يكون من 8 مراحل. بس اللي لحد الآن مش معروف هو رح يجي في عجلة أم رح يجي في صندوق، وهل إنها رح ترجع اللبسة القديمة معه ولا لا. لسه مش مبين معنا، ببين في بداية السيزون الجديد. وزائد إنه في سلاح ثاني قابل للتطوير، وهذا سهل إنه أي لاعب يحصل عليه، هو رح يكون من خلال الرويال باس، سلاح بايسون راح يكون بتطور من قطعة ماتيريال كاملة و5 أجزاء من الماتيريال اللي هن بتقدر تحصل عليهن بشكل مجاني من خلال عملات الجي أو من خلال الرويال باس نفسه. في بتقدر تشتري في عملات الار بي، تشتري قطعتين وتكمل عليهم وتدمج 10 تانيين عشان تطلع حبة ماتيريال وتطور ويصير عندك سلاح كل مسج بأرخص تكلفة. كان هذا حلو يعني حلو. ابرز شيء معنا عن السيزون الجديد، واي شيء ببين معنا في المرات الجاية ان شاء الله نرجع بنعمل لكم فيديو عنه. يعني صدام خلينا نحكي هذا كل إشي، مش هاي أبرز الشغلات، هذا كل إشي. هذا كل شيء مبين لحد الان. حلو حلو. ممكن يبين معانا إشي جديد يعني لقدام. ممكن طبعا. حلو حلو يلا بنشوفكم على خير. شباب، احكوا لنا إذا عجبكم الفيديو، لا تنسونا من التعليق الحلو اللي زيكم، واللايك طبعا والاشتراك. وهذا زي ما حكى لنا صدام أبرز إشي شفناه بالتحديث الجديد إن شاء الله، وإن شاء الله إنه نكون غطينا كل إشي بالفيديو. طبعا هذا الفيديو مخصص لمحبين الببجي، أتمنى نكون خفيفين لطيفين كنا عليكم،
ومشكورين لكم انكم شاهدتوا الفيديو للآخر. يعطيكم العافية. يعطيك العافية صدام. الله يعافيك.